ازيكم، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاكم. طيب حلقة النهاردة انا هوريكم فيها فيجوال هو معقد شوية لانه محطوط فيه ليارات كتير قوي. الفيجوال بيتكلم عن شامبو، والشامبو بخلاصة اللوز. طيب فكرة اللوز ايه؟ هو مستمد، يعني حاجة مستمدة من الطبيعة. طيب احنا عايزين نوظف ده بشكل جمالي، فطبيعي ان انت لما تستخدم الشامبو دوت هتوظفه في انفايرومنت كلها طبيعه. فتعالوا نشوف مع بعض احنا عاملين ايه. طيب ده الشكل المفروض ان احنا نطلع بيه. طبعا مش عارف احنا نقدر نوصل للمرحله ديت ولا لا، بس كده كده علشان ممكن مده الفيديو تبقى طويله، فانا اقتصرت عليكم شويه في ان انا حطيت الماتيريالز او الخامات اللي هنستخدمها حطيتها في بي اس دي واحده. يعني معظم الحاجات انا حطيتها في بي اس دي واحده بحيث ان احنا ما ناخدش وقت كبير قوي في الفيديو. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه طبعا انا باخد المقاس بتاعي في نيو لاير، في نيو فايل اللي هو المقاس المفضل اللي هو 1920 في 1080. اوكي هنسمي الفايل مثلا شامبو. اوكي ده المقاس اللي انا هشتغل عليه. ببدا اشوف الايتيمز اللي عندي. طيب انا عندي حاجه زي كده مثلا ممكن استخدمها في الباك جراوند بتاعتي. ممكن نمسك كيو سنة ونخليها بالمقاس ده. طيب انا مش محتاج الجزء اللي فوق فانا هخفيه. ممكن اخفيه بالطريقة ديت، وممكن يعني بان انا اقصه احسن بالبين تول لان ممكن استخدم الاجزاء اللي تحت، بس خليني اشيله دلوقتي مؤقتا بالطريقة دي. تمام و ادوس كوماند يو، وعايزين نغير بس لون المية شوية. عايزينها درجة أزرق مثلا، ممكن الدرجة ديت شكلها لطيف. طيب نشوف ايه تاني عندنا. ممكن حاجة زي كده، هاخد الجزء اللي تحت ونعمل له برضو سكيو. يعني ممكن بالمنظر ده. طبعا انا مش محتاج غير الجزء اللي تحت. هاجي هنا ممكن بالبين تول بقى على طول واسلكت الحتت اللي انا عايزها. بس تعال نشوف كده السلكشن بتاعنا. تمام خلاص انا همسح الجزء اللي فوق ده مش محتاجه. تمام انا كده اخدت الجزء ده واخدت الجزء ده. تمام ماشي. طبعا هنغير في ده برضو كوماند يو، نحاول نقربه برضو من نفس درجة اللون بتاعتنا. ممكن درجة زي دي مثلا بالشكل ده. تمام وممكن اعمل لهم لاير هما الاتنين بدرجة الأزرق برضو اللي أنا عايزها، أو ممكن أغير في الكالر كوركشن الكاميرا رو فلتر سوري وأخليهم هما الاتنين لير واحدة وأشتغل عليهم. بس أنا ممكن أشتغل بالطريقة العشوائية شوية اللي هي كده مثلا. الدرجة دي لذيذة شوية، ممكن بس نقللها سنة بسيطة بالشكل ده. طبعا في اختلاف. تمام
ممكن اجي بعد كده اقوم اجي بختار البن تول ماشي، واختار الشيب، وبعدين ممكن نشيل دي ونخلي اللاين مثلا اوكي 3، وباجي هنا بحدد المية بتاعتي، هو كده كده بيعمل لي خط. طبعا يفضل يكون السلكشن بتاعك دقيق. اوكي ممكن نعمله سمارت اوبجكت. طيب انا عندي حتت ممكن تبقى مش مظبوطة شوية، نبقى نظبطها بعدين، ومديها مثلا جاوزن بلير. تعال نشوف كده. انا بديله طبعا ايه بلندنج مود واشوف شكله هيبقى عامل ازاي. دي واحدة تانية. طيب خلينا نعمل لها راستر لان الحته ديت باينه شويه، فاحنا هنرجع تاني هنا ونخش على السماتش تول عشان بس ننزل الحته دي سنه بسيطه. طبعا يهمني ان ده كله يبقى جاي على الخط مظبوط. تمام ونديها بلندنج مود تاني، ممكن اوفرلاي نعمل منها واحدة تانية ونديها جاوزن بلير. ممكن ده تهدى سنة بسيطة برضو ماشي، وممكن أضيف واحدة تانية برضو بنفس الطريقة بس لون تاني مختلف شوية، ممكن اللي هي الدرجة الزرقاء بتاعتنا. بالشكل ده ونحولها، خلينا راستر دلوقتي، خلينا برضو نظبطها على الخط بالظبط. طبعا انا بفضل ان انا اخلي الخط ده يبقى تحت الخط الابيض. وممكن نديها سنة جاوزن بلير. ممكن نديها بلندنج مود شوية. تمام. بس قللنا شوية الخط. اوكي طيب بعد كده بعد ما وصلت المرحلة ديت نبدأ نشوف ايتمز تانية عندنا.
ممكن حاجة زي كده مثلا، نقطعها ورا خالص. ممكن نخليها هنا مثلا، نفس الكلام بالنسبة لدي، ممكن استخدمها برضو. طبعا انا عندي اللايرز كتير جدا وهتحتاج وقت كبير شوية، فخلينا نرتب الحاجة الاول. الشكل ده مثلا، دي السما بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها برضو. انا كنت مستخدم حاجة زي كده. طبعا برضو هنشيل الجزئية ديت مثلا. انا كده كده مش عايز غير الجزء اللي هو بتاع الشلال، اللي هو ده مثلا. تمام. وعندي ايه تاني برضو؟ عندي حاجة زي كده. طبعا انا بحاول اول ابين الشكل بتاعي وبعد كده ابدأ اظبط في القص بتاعي. ممكن حاجة بالشكل ده. تمام. طيب خلينا نبدأ نقص في الحاجات اللي انا عايزها. يعني انا مثلا عايز اشيل الجزء ده لان انا كده كده دي هتبقى السما بتاعتي. اوكي، خلينا برضو نحطها. طبعا هي تبقى ورا خالص عشان هي ديت السكايز اللي انا استخدمها. تمام ماشي، خليها هنا بقى دلوقتي. اوكي، هبدأ دلوقتي بقى افلتر كل حاجة، ابدأ اقصها واخد الشيب بتاعها. تعالوا نبدأ واحدة واحدة كده. طيب هبدأ بحاجة زي كده. اوكي، خلينا بس نداري دول الاول، وممكن اعمل له ماسك وبعدين نجرب الكويت سيلكشن تول. اوكي، هو اوريدي يعني عمل سيلكشن سريع. لا بلاش دي، تعال نجرب الماجيك واند على طول. تمام. بعد كده ممكن نعمل البراش تول على طول، نمسح الجزء الازرق. طبعا في اجزاء تانية مش تبقى باينة في السيلكشن، اضطر امسحها بالشكل ده. ممكن بقى اكبرها شوية، ممكن اكشلي اشدها بالشكل ده. كده مثلا. تعال نشوف دول تاني كده.
تمام ماشي، خلينا نشوف اللي بعدها اللي هي دي. خلينا برضو نخفي بقية الحاجات. طيب عندي دي، ممكن نسلكتها برضو، نجرب الماجيك واند على طول. في حاجات طبعا هو هيطلعها لي كويس، هيشيلها كويس، وفي حاجات تانية لأ. كوماند شيفت اي، طبعا انا بحاول انجز معاكم. طبعا في حاجات هنا هرجعها تاني. طيب خلينا نبين برضو السماء علشان ايه، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. ممكن بس نعملها سكيو شوية. بالشكل ده تمام. خلينا نرجع تاني لدي. طبعا انا بحاول يعني عشان بس انجزكو فبعمل سيلكشن سريع. طبعا معظم الحاجات هنا برضو يعني ممكن تتمسح سنة خفيفة بحيث انها تبقى متداخلة مع درجة السماء. بالشكل ده ممكن أضيف عليها درجة أزرق بس خفيفة برضه عشان يبقى واخد من نفس المود شوية. ونديها بلندنج مود بالشكل ده. طيب تعالوا نشوف الإيدجز بتاعتنا. عند الحتة ديت باينة شوية في الأطراف بتاعتي. طيب عندي كده كده الأطراف ديت هتتظبط برضو، خلينا نظبط ديت برضو شوية. ممكن نصغر دي سنة. طيب تعالى برضو نظبط دي تاني. انا كده كده ديت هخليها ورا، تبقى ورا الجزء ده، ودي ممكن انزل بيها شوية. كده مثلا تمام. بعد ما وصلت المرحلة ديت أبدأ أشوف ماتيريالز تانية عندي، ممكن أجمع بس دول كده في جروب. أوكي
طبعا انا ممكن اجي بنفس الحركة بتاعت دي واجي احطها مثلا فوق ديت خالص، اعمل لير عشان عايز كل حاجة تبقى بتماتش نفس الكالر. اجرب البلندنج مود عليهم. ممكن ناخد الدرجة دي شوية. طيب هنشوف بعد كده الماتيريالز التانية اللي عندنا. ممكن حاجة زي كده. انا اوريدي مستخدمها في الحتة دي فخلينا نحطها برضو. محتاج بس ان انا اخليها في الجزئية دي. تعالوا نعمل كوماند يو. اوكي تعال نشوف ماتيريالز تانية عندنا برضو. في دي برضو ممكن استخدمها. طيب خلينا نحط لها برضو ألوان، نغير في ألوانها شوية. ونمسح الأجزاء الزيادات اللي فيها. طبعا لو في حاجة عايز أقصها بال pen tool يكون أفضل. تمام. طيب كده ممكن يكون متركب شوية الشكل بتاعي. طبعا انا في حاجات ممكن اظبطها اكتر بالبين تول لان الخط بتاعي يبقى يعني عشان يبقى الخط بتاعي مظبوط. اوكي ماشي، خلينا نشوف حاجات تانية برضو عندنا. ممكن استخدم حاجة زي كده فوق الجبل. تعال نشوف لو خليناها تحتها تبقى عاملة ازاي. طيب نخليها فوقيها. ممكن برضو حاجة زي كده. طبعا بجمع الماتيريالز والحاجات اللي انا اوريدي مستخدمها قبل كده. بالشكل ده. طيب واحنا شغالين احنا محتاجين ننور بس سنة درجة الازرق بتاعتنا. يعني انا محتاج اخلي درجة الازرق تفتح شوية. يعني انا عايز ابلاي كله على اللوك اند فيل بتاعي.
نشوف كده، ممكن نهدي سن الاسودات بتاعتنا. تمام، ونشوف ماتيريالز تانية عندنا. طيب تعالوا نبدأ نركب حاجات تانية فوق المية. طيب انا عندي الجزء ده، انا اوريدي كان مرصوص، فاحنا هناخد الجزء ده كله كده زي ما هو ونحطه هنا، وتعالوا نشوف مع بعض الحاجات كلها من اول لاخرها. دي كل الحاجات اللي متركبة على المية، عندنا حاجة زي كده، ده جزء من الصخور انا حاطه هنا برضو علشان يبدأ يعمل تداخل اكتر بينه وبين الصخرة اللي وراه. تمام، برضو احنا بنديله نفس اللون، عندنا حاجة زي كده، ديت كده على بعضها، ممكن تتحط هنا. طبعا انتوا هيبقى عندكم بعد كده ماتيريال تشتغلوا بيها، بس انا بوريكم برضو علشان الكومبوستنج كبير فما ياخدش وقت كتير معانا. وفي عندنا دول، ده زي ما يكون صور كده. تمام، وفي برضو صخرة تانية زي دي. اوكي، في حاجة زي كده طلع في وسط المية. وفي شوية أعشاب تانية برضو محطوطة في الأطراف، يعني أنا الحاجات دي كلها بحطها في الأطراف هنا بحيث إنها يعني تشوشر شوية على المشاكل أو الدفوهات بتاعة المية. تمام، طيب عندي بعد كده الجزء ده، شوية نباتات وزهور تانية برضو على المية. تعال نشوف دول كده، بس هنعمل لهم سكيو سنة. هما اليوم شادو أصلا، فإيه طيب، حاجة دي متحركة شوية من هنا، ممكن نقللهم سنة وناخدهم زي ما هما. دي لوحدها، ودول ممكن نعمل لهم سكيو. نخليهم هنا كده بالشكل ده. طيب دي المجموعة اللي هي على سطح المية، نبدأ نشوف حاجة زي كده اوريدي موجودة عندي. تعال نخش هنا برضو نحطها ونعمل لها فليب. نصغرها، ممكن بس نعدلها سنة بسيطة مع المية.
شكل ده. طبعا لو في حاجة مش مظبوطة عندي عايز اظبطها اكتر مفيش اي مشكلة برضو. اوكي خليها هنا كده مثلا، ممكن تكبر برضو شوية. طيب هنمسح. طيب خلينا الأول نقص المركب برضو عن الجزء اللي تحت ده، يعني أنا ممكن آخد الجزء ده كله كده، بس لازم نرجع الأول للباث، نخلي دوت باث كامل كده وأبدأ أقص المركب. خلي دي موجودة عندنا، نعمل ده سيلكشن وأشيلها خالص من هنا. تمام هنعمل اللي دوت برضو blending mode. طيب البلندنج مود مش هياخد من نفس الدرجة بالظبط، فأنا محتاج إن أنا أقعد أغير فيه لحد ما أوصل لدرجة كويسة. ممكن بالمنظر ده مثلا، ونعمل ده ماسك ونقلل الحتت الزيادة. تمام خلينا نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. طيب هظبط كام حاجة كده، عايز ارجع تاني للجزء اللي تحت ده. عشان بس ندي مساحة شوية للمركب. تمام برضو بعض الحاجات اللي انا ضفتها على المية ممكن تتظبط شوية برضو تاني. الشكل ده ونبدأ نظبط شوية بقى في الشادوينج بتاع المركب نفسه. طيب انا عندي هنا برضو الابيض ده انا مش عايزه خالص، فانا هحتاج ان انا ممكن اخد درجة زي دي كده احطها هنا.
خلينا ممكن ناخد برضو الأزرق نحطه عليها على الشادو بتاعنا ده. اهو الشكل ده كده مثلا. عندي في جزئية خفيفة قوي هنا هشيلها. تمام، هنا بقى هبدأ اخش برضو كوماند يو، حاول ندي درجات ازرق سنة برضو، او اكشلي ممكن احط عليها لير على طول. كده مثلا، وهغمق عليها بالاسود شوية. هنا برضو في مسافة اسود كده احتاج ان انا اغمقها. لازم تمام. طيب انا عندي المية ديت، انا محتاج ان انا اعالج الجزء ده شوية، فهبدأ اعمل layer وهاخد بالهيلينج براش تول في الكورنت اند بلو. ممكن اخد من هنا مثلا وابدأ اغطي الجزء بتاعي ده، او ممكن اخد من هنا وابدأ اغطي الحتت دي. تمام، نعمل ده جروب برضو. ممكن نستغنى عن اللاير دي. طيب وأبدأ بعد كده أشوف ماتيريالز تانية أنا محتاجها. ممكن أبدأ أوظف بقية الحاجات. خلاص ده عندنا مثلا حاجة زي كده برضو اوريدي مجمعها في بيس دي. طبعا كل حاجة متقسمة ومحطوطة بطريقة ممكن نستخدمها على طول. اوكي، خلينا نشوف ماتيريالز تانية عندنا برضو. انا اوريدي استخدمت الحاجات دي. طيب عندنا الشامبو نفسه، طبعا انا اوريدي برضو قاصص اللاير ومجهزها. ده البرودكت اللي هشتغل بيه على طول.
طبعا عشان ارص كمية اللايرز دي الموضوع بياخد وقت كبير جدا، فانا بحاول اظبطها على طول بحيث ان انا اوريها لكم واحدة واحدة. طبعا هبدأ واحدة واحدة كده اشوف ايه الحاجات المظبوطة وايه الحاجات اللي مش مظبوطة. طبعا اول حاجة خالص خلينا نظبط الشامبو بتاعي. هحاول بس اظبط الزاوية بتاعتي الاول. تمام، ونبدأ نشوف الليارات اللي محطوطة عندي. عندي حاجة زي كده already بالشادوز بتاعتها. طبعا هبدأ أظبط فيها شوية علشان الأماكن بتاعتي ديت متبقاش بايظة. اوكي، طبعا شادو تحت، شادو في الجنب، لايت طبعا الليرات اللي فوقيها كلها، وإفكتات عشان نوصل المرحلة دي. نشوف الجزء اللي بعده، عندنا حاجة زي كده. برضو واخد الإفكتات بتاعتها. طيب خلينا نرجع شوية لورا. طبعا أنا عندي الحتة دي لو عملت فيها انلينك وقربتهم شوية منها بالشكل ده وحركت الجزء بتاعي هنا، كده مثلا كده اعتقد مظبوطة شوية. طبعا عشان اوريكم كمية الحاجات اللي اتحطت ديت طبعا بتاخد وقت كبير جدا، فانا عشان كده بوريكم بالطريقة ديت. هنعمل برضو هنا انلينك ونحرك الجزء ده، او لو فيها مشكلة شوية ممكن ابدأ اضيف هنا. الشكل ده مثلا تمام.
طيب بقية الحاجات تقريبا مظبوطة برضو لحد ما. تعال نبص كده من بعيد. طيب انا لسه هنا الحتة دي مضايقاني شوية، الجزء اللي منور ده انا محتاج ان انا اخد حتة منه من المية نفسها وكمان في، وممكن اخدها احطها هنا على طول بالشكل ده. سامسح بس شوية اجزاء بسيطة بحيث ان هي متبانش. ممكن بالشكل ده مثلا. طيب بعد ما وصلت المرحلة ديت أشوف برضو ماتيريالز تانية عندي. تعال نبص مع بعض نشوف ايه تاني عندنا. عندنا الطيور بتاعتنا، عندنا حاجة زي كده. طبعا هخلي الطيور فوق بالشكل ده. وعندنا نشوف ايه تاني برضو، ممكن حاجة زي كده، حاجة زي كده. طبعا الحاجات ديت يعني انا رصصها رصة كده ومحضرها، يعني هنا في الايتيمز كلها والرصة بتاعتهم ديت انا اوريدي محضرها برضو عشان ما نتلخبطش، فهحطهم على طول. ممكن نخلي دي هنا. خلاص خلينا نقفل دي دلوقتي. وتعالوا برضو نشوف اللايرز ديت انا عامل فيها ايه. خلي دي هنا كده برضو الشكل ده. تمام. طيب تعالوا نشوف واحدة واحدة كده احنا عملنا فيهم ايه. هنا الشجر دوت انا كده كده الحاجة كلها انا رصصها هنا. نبدأ من اول هنا، شجرة فوق اديت لها جاوزن بلير، هنا برضو نفس الكلام، كله واخد جاوزن بلير او واخد اللي هي الموشن بلير. طبعا الحاجات دي احنا شرحناها في الحلقات اللي فاتت واتكلمنا عنها، بس انا علشان احاول انجزكم لان في حاجات تبقى كومبوستنج كبير، فانا حابب ان انا انجز شوية في الحاجات ديت. تعالوا نبص برضو كل حاجة هنا نفس ال، يعني هو ايتم، هي دي كلها ايتمز مرصوصة، بس انا حطيت عليها اللي هي الطبقة بتاعت الموشن بلير او الجاوزن بلير. طبعا الحاجات دي كلها يعني هتأثر طبعا في الفيجوال. اوكي بس عشان برضو انجز معاكم حتة الوقت وكده، فانا حطيت على طول الايتمز ديت بحيث ان احنا نشوفها. يعني طبعا هي برضو هنا نفس النظام، حطيت واحدة وحطيت هنا واحدة برضو نفس النظام، وحطيت هنا واحدة نفس النظام، وكلهم عامل لهم جاوزن بلير او موشن بلير. اوكي هنا برضو نفس الكلام بالنسبة للبيردز. اوكي نفس رصة البيردز تقريبا. ممكن نشوف ماتيريالز تانية عندنا. طيب انا كده اوريدي تقريبا حاطط كل حاجة، خلينا بس نقفل الحاجات دي. تمام نبدأ نظبط الالوان بتاعتنا شوية. يعني انا عندي الماركت دوت لسه محتاج شغل. طبعا الجزء ده كله محتاج ياخد نفس اللون. ونديله جازن بلير. نحط هنا درجة سودة شوية بنفس الطريقة، ونخليها فوق بقى المرة دي.
تعال نعمل لها blending mode. تعال نشوف كده. برضو هنا ديت انا محتاج ان انا العب فيها شوية، بس يعني خلينا برضو نرجع تاني في النورمال لان هي انسب حاجة تقريبا. وبس ممكن امسح شوية في الحاجات اللي هنا دي. اوكي، وممكن بس ارسم حتة كده تحتها. ممكن بالطريقة دي مثلا كده. كده مثلا وارسم الاسود بتاعي. سوفت لايت بالشكل ده، برضه همسح الأجزاء كلها دي. تمام، نقللها بس سنة بالشكل ده. ممكن نمسحها شوية من هنا كده مثلا. تمام، هبدأ أظبط برضو إضاءات شوية. يعني أنا عندي المركب هنا برضو أحتاج إن أنا أديله شوية ضوء. ممكن ننور الجزء ده كله كده. السكرين ممكن نزوده برضو سنة بسيطة في الحتة دي كده. نفس الكلام بالنسبة لهنا، وهقلله خالص ويعمل له جازم بلير. تمام، امسح بس شوية حاجات هنا. بالشكل ده تعال نبص كده. تمام، ممكن ادي هنا طبقة فوق الباك جراوند بتاعتي. ممكن اعمل حاجة زي كده. بالشكل ده مثلا، واديها برضو جاوزن بلور. اوكي، تعال نشوف برضه احنا عندنا اي افكتات او اي حاجة. ممكن حاجة زي كده مثلا.
بالشكل ده. اوكي، وممكن اعمل سان افكت تاني بس يكون افتح شوية. درجة أبيض هنا كده سنة بس. طبعا كل تاتش أنا بحطه بيفرق جدا في الألوان والحاجات اللي أنا بستخدمها. اوكي، ممكن اضيف واحد تاني برضو هنا نفس الكلام. تمام، في عندنا بس هنا طائر. اوكي، طبعا هو الفيجوال كتير قوي، يعني في ناس بتحس ان هي الحاجات دي بتبقى زحمة، بس انا في رأيي انها يعني على قد ما هي زحمة على قد ما هي لطيفة يعني. اوكي، طيب خليني اظبط حاجة هنا برضو، حاجة سريعة كده. طيب ممكن نحط بعد كده، نبدأ نحط افكتات على الشكل بتاعي. تعال واحدة واحدة كده نبدأ نظبط. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا في التقفيل بتاعي. اوكي، طبعا التقفيل ده بيبقى على حسب رؤيتك انت بقى والفاينل بتاعك انت، ده الشكل النهائي اللي انت عايزه يعني. ممكن نلعب في الأزرقات برضو بتاعتي. طبعا أنا كل تاتش بحطه بيختلف تماما والفيجوال نفسه بيروح في حتة تانية خالص يعني. فتعالوا نشوف برضو كده، لو جيت ضفت مثلا درجة أزرق هنا غامقة شوية. ممكن درجة زي دي شوية،
اكشلي انا ممكن احط تاني دلوقتي عليها الشيب اللي انا بعمله. نخليه ابيض. سوري كده اضطر ارسمه تاني. بالشكل ده ونعمل لها سمارت اوبجكت. اوكي جاوزن بلور. خلينا نعمل لها سمارت اوبجكت تاني و تمام. طبعا اللون ده فرق شوية جدا معايا. تعالوا نعمل برضو درجات تانية. حاجة زي كده color lookup. ممكن ناخد دي برضو شوية. اوكي ممكن أعلي الـ Vibrance بتاعها شوية. وعندي السما هنا أنا محتاج إن أنا أغير لونها برضو. بالشكل ده مثلا. ممكن أضيف هنا شوية أبيض. بالشكل ده طبعا. بس عشان نبقى عارفين واحنا شغالين اي حاجة فيها تقفيل، لو انا بقفل الشكل بتاعي النهائي او اي حاجة، الشكل النهائي بتاعي عشان يطلع شكله حلو لازم تفضل فترة كبيرة قوي في بس الكالرينج والجريدينت والحاجات ديت كلها. يعني انت لازم تقعد تغير في الالوان لحد ما توصل لأحلى حاجة يعني شكلا. سوليد كولر سوفت لايت هنقلل فيها سنة. هناخد بس الجزء اللي في النص ده شوية بالشكل ده. نعمل لها جريدينت برضو هنخليه اسود. الكلر بتاعنا اسود. اوكي هنقلل السكيل بتاعنا شوية وننزل ده سنة بسيطة بالشكل ده. اوكي ممكن نضيف حاجة تانية برضو. ممكن نخش على color lookup. حاجة زي كده. هديها سنة. أنا طبعا بعد أضيف حاجات زي البريسيتس ديت ممكن تديها تونات لطيفة كده في الفاينلايز. خلينا برضو نجرب حاجة تانية. حاجة زي كده مثلا.
تمام، خلينا نخش على selective color تاني. طبعا انت لازم تقعد تجرب لحد ما توصل لأحلى مرحلة ممكن تناسب رؤيتك. تمام اوكي، تعالوا نغير شوية في الليفلز. ممكن تهدى سنة الكيرفز. الشكل ده ممكن برضو تهدى سنة. طيب وممكن اضيف شيفت ديليت بركة رمادي واعمل لها لينير لايت، لينير لايت، وابدا اعمل فيها دوج اند بيرن. طبعا خلينا نعمل الدوج اند بيرن هنا يبقى واضح شويه. زي دي كلها المفروض انها من ورا. اوكي ممكن طبعا ادي هنا شوية اجزاء خفيفة اوي برضو منورة، يعني ده كله ممكن يبقى منور. واجي مثلا عند الحتت بقى الغامقة اغمقها، يعني ممكن حاجة زي كده ابدأ احط فيها بيرن شوية. طبعا في ناس تبقى خداعتهم الاخيرة او التريكاية اللي بيشتغلوا عليها هي التقفيل النهائي. التقفيل النهائي ده بيفرق جدا 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 في الشغل بتاعي. اوكي مش ممكن بعد كده ابدا اقفل اللاير اللي هي كوماند الت شيفت اي، واعمل فلتر كاميرا وفلتر، وابدا اشوف واحده واحده كده انا محتاج ايه. اوكي هو شايف ان الضوء بتاعي قوي قوي. طيب انا هقلل سن الهايلايتس، ارفع سن الشادوز. اوكي طبعا الحاجات ديت انا شرحتها في الحاجات اللي فاتت، فلو حابين تبقوا مركزين فيها اكتر هتلاقوا في حاجات ما مركزين فيها اكتر في الحاجات اللي فاتت. اوكي خلينا نعلي دول شوية. الشكل ده بدرجات أخضر سنة. تمام اوكي، خلينا نقفل الكتاب بتاعتنا بالضلمة بتاعتنا شوية. الشكل
كده. بعد كده ممكن اضيف selective color، نغير برضو في الدرجات بتاعتنا. كده كده انا اي درجة بضيفها مش خسران فيها حاجة، لان الحاجات دي كلها بتبدأ توضح اكتر الفيجوال بتاعي. تمام، تعال نشوف لو عملنا دول جروب كده. اوكي تعال نشوف كده افتر وبفور، ده كده من غير وده كده بي. تمام، طيب ممكن نضيف لهم برضو حاجات تانية، ممكن color lookup، ونخش شوية على التيل. ممكن بس يهدى سنة بسيطة. اوكي ممكن واحدة تانية. تمام، في فرق شاسع طبعا. اوكي ممكن نقفل اللاير تاني. الشكل ده طبعا كل حاجة بتضاف وكل حاجة بتزيد في الفيجوال بيبقى شكلها ألطف. تمام، أنا المرحلة ديت بالنسبة لي راضي عنها. طيب خلينا نشوف حاجة كده عندنا، يعني ممكن مثلا في الفايل القديم لو أنا كنت عايز أخلي الفاينل بتاعي اللي هو الفريم ده اللي هو الفينشينج بتاعي عايزه مثلا يبقى موجود بالشكل ده. اوكي هعمل بعد ما أنا قفلت اللاير بتاعتي اللي هي اللاير الأخيرة دي، هعمل فوقيها لاير تانية لونها أبيض. اوكي ويخلي ديت زي ما هي، وممكن اعمل منها واحدة تانية واخليها فوقيها، بعدين اصغرها. يعني ممكن مثلا تصغر بالشكل ده. كده مثلا. ممكن ازود عليها جزء ابيض لو انا عايز. وهتبقى بالشكل ده. ده كده الفاينل بتاعي. طيب وبكده يا جماعة اكون وصلت لاخر الحلقة. حابب ان الشغل يكون عجبكو، وياريت اشوف ارائكو، وياريت اشوف كومنتاتكو. زي ما قلنا قبل كده، لو في حاجة جديدة عايزين نتكلم فيها، لو في حاجة جديدة عايزين نضيفها، مفيش اي مشكلة ان انتوا تكتبوها في الكومنتس اللي تحت. ان شاء الله اشوفكو في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا ليكم.